القرش المتشمس هو واحد من القروش أصحاب الفم الكبير، ويعتبر من المخلوقات البحرية اللي بتتغذى عن طريق شفط المية بما فيها من العوالق البحرية والسمك الصغير وغيره. وبيقدر القرش ده يفلتر أكتر من 2000 طن مية في الساعة الواحدة. والنوع ده من القروش مسالم بالنسبة للبشر، لكن البشر خطرين جدا بالنسبة له، لأنهم بيصطادوه علشان الأكل والجلد. والنوع ده أصبح دلوقتي من الفصائل المهددة بالانقراض. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.